والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد أئمة عدل يقتدى بفعالهم أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والرحمات قفايا نسأل الدار التي خف أهلها شنو سوى بهم الزمان ماذا فعلت بهم الدنيا قفا نسأل الدار التي
خف أهلها ومتى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر ببغداد يا باب الحرم يا موسى بن جعفر وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة يا أنيس النفوس يا علي بن موسى الرضا وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات ثم يقول رحمه الله دع بالأفاطم لو خلت الحسين أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين على وجناتي أعتقد ذكرى شهادة أم البنين مرت قبل أيام من باب قضاء الحاجة ومن باب التيمن بذكرها هذه الباكية على الحسين تقول عشرة عشرة عاشرت المناح عليك الله واحد يعاشر أبوه أمه واحد يعاشر أطفاله وزوجته واحد يعاشر جيرانه أم البنين تقول له عاشرت الحزن أنا عاشرت البكاء شلون صورة للنعي وللبكاء على الحسين عشرة عشرة عاشرت الحزن يا حسين الله أنا عاشرت المناح عليك عشرة عشرة وما وفيت من الوفاء الله 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 هاي شنو الكلام هذا ينطبق على أم البنين إي والله وعلى اللي يبكي على الحسين عاشرت المناح عليك عشرة عشرة وما وفيت من الوفاء عشرة عشرة لو أن عندي من الأولاد هذا كلام من القلب هذا هذه أم البنين شنو تقولها شتنطينا من صورة للمصاب لو أن عندي من الأولاد عشرة كلهم فدايا لابن الزكية يا والله كلهم فدايا لابن الزكية لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اقرأ معي رجاء بصوت واحد اللهم العن
أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. ارفع صوتك ثلاثا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اطلبوا حوائجكم، وبحق الإمام الهادي عليه السلام تقضى الحوائج إن شاء الله ببركة هذه الليالي والأيام. يا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما النجوم أمان لأهل السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ليالي عظيمة، ليالي شهر رجب، الصلوات ثلاثا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيرة وحياة الأنبياء والرسل تصلح أن تكون ميزان، وتصلح أن تكون دستور يأخذ منها الإنسان ثلاثة أشياء رئيسية، ثلاثة أشياء عامة كلية، ثلاثة أشياء أساسية، ومنها يجزئ ويفرع. أولاً ميزان للتفكير، لأن بني آدم يحتاج إلى هذا الميزان في نحوين: أولاً تثبيت الفكرة الصحيحة ونفي الفكرة الفاسدة، وهذا على أرض الواقع، وهذا على مر تاريخ الإنسان. الأنبياء لعبوا به دور، الأنبياء حققوه على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. يعني الأنبياء في هذا الجانب، الأنبياء والرسل في هذا المورد انطوا فعلاً ميزان حقيقي واقعي لتفكير الإنسان ولعقل الإنسان فيما يثبته من أفكار صحيحة وفيما ينفيه من أفكار فاسدة. هذا التجربة البشرية وتأريخ الأنبياء والرسل
أثبته على أرض الواقع. يجي النبي، يجي الرسول، يبعث من قبل الله عز وجل، والناس لا توجد لديهم دلالات وإرشادات حتى تبين أنهم يعتمد عليهم في إدارة أمورهم ويعول عليهم في الاكتفاء بأنهم لا يحتاجون الأنبياء والرسل كدلالة وكإرشاد. فتلقى النبي يجي يلقى أفكار صحيحة يثبتها بالفطرة بالعقل، وذلك تشوف أكو ناس تلتحق به بسرعة، هاي فرد علامة. من يجي النبي أكو أفراد يلتحقون به بسرعة وينجذبون إلى، ليش؟ لأن يتمتعون بالفطرة ويتمتعون بالعقل، ميزان العقل عندهم يشتغل، فلذلك ينصاعون طاعتهم للأنبياء سريعة، لجوهم إلى وكأن أصور لك إياها بمعنى آخر، وكأنهم ينتظرون النبي أو الرسول. بمجرد أن يجي تلبية سريعة، بمجرد أن يجي النبي والرسول تلقى أكو جماعة تلتف حوله، وإن كان نفر واحد في المجتمع، وإن كان نفرين أو يعدون على الأصابع، بس هذا بي كاشفية على أن الفطرة والعقل. فالأنبياء والرسل يمثلون هذا المورد الأول والشكل الأول وهذا الركن وهذا الأساس وهذه القضية ميزان لتفكير الناس، لعقول الناس، وهذا مثل ما قلنا نحتاجه في النحوين. وإحنا أنا وياك بأمس الحاجة لذلك، لأن حتى الأفكار الإيجابية باتجاه الله تثبت، باتجاه الخير تثبت، باتجاه الحياة الطيبة الكريمة تثبت، والإنسان يفعلها، الإنسان يقوم بها ويتحرك من خلالها. أنت تدري مثلاً، أضرب لك مثال حتى تفهم الفكرة بسرعة وياي، الخير الآن إذا يتبدل عندي هذا المفهوم وينعكس عندي ميزان هذا المفهوم، وينتبه لي أرجوك، وهذا المفهوم يوصل إلى جيل جيلين بصورة خاطئة، إنه الخير شنو؟ مفهوم الخير، الحق، العدل، هذا من هالنوع. هذا المفهوم إذا بقى على ميزانه وعلى صحته الناس تستلمه من جيل إلى جيل بصورة صحيحة، بس إذا تلاعبت بالناس صار الخير تحترم الفاسد والإنسان الصالح ما تحترمه، إذا صار فعل الخير الحرامي والسارق والكذاب والمحتال يفرض احترامه على الناس، والخير والخوش آدم وياكل من حلال ما حد يحترمه. هذا المفهوم إذا استشرى بالناس وإذا انتشر بين الناس جيلين ثلاثة يستلموه من واحد إلى واحد، خلاص تقوم الناس تتعامل بصورة مقلوبة مع هذا الأمور. وتلقى النبي صلى الله عليه وآله تنبه يقولهم كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرة، تنقلب الأمور عنه. إذا الناس ما تثبت الفكرة الصحيحة وتنفي الفكرة الفاسدة، تستعين بميزان العقلاء وميزان القمة في البشرية اللي هم الأنبياء والرسل والأئمة، لا راح تختلط عليهم الأمور، وهذا ينعكس في أمور أخرى. قلت لك في بداية الكلام أن هاي القضايا تتفرع في كل مجالات الحياة، كل مجالات الحياة تتفرع. إذن إحنا نحتاج الأنبياء ونحتاج الرسل ونحتاج الأئمة، لأن ذولا خط ومنهج واضح يمثل الحق والعدل، فنحتاجهم في ميزان عقولنا. عقولنا تجي أفكار إيجابية يحتاج نثبتها، أفكار فاسدة لازم ما تبقى، نتخلص منها، لأن هاي الأفكار الفاسدة راح تدمر حياتنا، تدمر عقولنا، تدمر كل ما عندنا من مفاهيم صحيحة. الآن عندنا ناس موجودين على أرض الواقع، مو
شوية تحصر نظرتك بس في منطقتك، لا، وين تجي لي ورا، ارجع لي ورا مسافة وشوف الناس شلون تفكر. بروفيسور خلص شوط طويل في دراسته العلمية الأكاديمية، وصل بروف، تقول له هذا الكون إلى رب؟ يقول لك لا، ما إلى رب، ما إلى خالق. هاي مشكلة، هذه مشكلة. وصل إلى مرحلة قصوى في الدراسات والعلميات والتقنيات، بس روح شوفه، قل له ربك منو؟ يقول لك تلقاه يمشي بالشارع، تطلع بالشارع تلقى بقرة بالشارع تمشي، هذا ربه، هذا إلهه. ومن هذا اللون وانت وسع وفرع. زين انت وين علم الانسان؟ وين ثقافة الانسان؟ وين شلون انت اليوم تلقى ناس على صعيد آخر تفكر أيضاً بطريقة أخرى أيضاً سلبية؟ ليش؟ لأن العقل هنا لا ميزان له، لا ضابط له، لا معيار له. الإنسان هواه، الإنسان نفسه، من ربه؟ هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. القرآن يقول بسم الله، والله آية عجيبة يا إخواني آبائي، وأظله الله على علم، مو على جهل، مو ما يعرف يقرأ ويكتب، مو ما يفتهم وما يفكر، لا، يعرف ويفكر ويميز. يلزم لك الموبايل يلعبي لك درجة أول، شي يسوي لك من حركة، بس من تسأله خالق الكون منه يقول لك ماكو، رب الكون منه ما أدري. إذن هذا تيه وضلال، لو مو تيه وضلال، هذا تيه وضلال. إذن نحتاج هذا الوجود المقدس اللي لازم يحفظ في قلوبنا، لازم يبقى موجود في أرواحنا، لازم يبقى موجود في ذواتنا، أننا نحتاج إلى الأنبياء والرسل والأئمة كميزان لعقولنا، ميزان لأفكارنا. لأن أنا عندي هنا عدو، شئت أم أبيت، آمنت أم لم أؤمن، صدقت أم لم أصدق، عندي هنا العدو اللي هو أشرس عدو. يقول علي عليه السلام أمير المؤمنين: أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيك، ميدانكم الأول أنفسكم. اقرأوا يا القرآن بصوت عالي أرجوك. بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من وقد خاب من زكاها. يعني شنو؟ علمها، رباها، هذبها، انطاها نمط، انطاها قانون، مو فوضى، مو عبث. فإذا لازم نسلم بهذا الموضوع، الأنبياء ميزان للعقول، ميزان للأفكار الإيجابية. أضرب لك يا مثال ثاني حتى تثبت لك الفكرة أكثر. لما بعث نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، شنو لقى بالمجتمع؟ مفردة وحدة تشوف بها الإنسان، شوي خلي بالك أرجوك، شوف الإنسان شنو نمط تفكيره، صحيح غلط، وانت أحكم، انت بضميرك. لقى الأب لما تجي بنيه يحزن، يحزن، وهذا الحزن ما يتوقف، يتكدر، وهذا الكدر ما إلى حد، يتأذى، وهذا الأذى ما يتوقف، ما يشفي غليله ولا يذهب حزنه ولا يخلص من همه إلا وهو يدفن البنت على قيد الحياة، يدسها في التراب. عمي يا عز الظنى لما ينشر بكنوز، الشاعر يقول يا عز الظنى لما ينشر بكنوز. شلون الإنسان تنطي نفسه وينطي قلبه وتنطي روحه ظناه
على تعبيرنا بزرة. ولكم الله أكبر، نشوف احنا البزونة ذا واحد يمد ايده عليها ايش تسوي؟ وصار مثل للبزونة تتنقل كل ساعة بمكان، إذا واحد كثرة ما يتنقل يقولون أنت مثل أم البزازين كل ساعة بمكان. هاي البزونة كل ساعة ما أخذ فريخاتها جهالها ورايحة، ليش؟ كل هذا ليش هذا؟ التهجو للتنقل، تريد لهم مكان آمن. هاي الغريزة موجودة بالحيوان، هاي الغريزة موجودة بهذا المخلوق. شال الإنسان شلون؟ شلون عنده إيد يمسك جنينة بنته يحطها بالتراب ويدفنها وهي على قيد الحياة؟ وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب، هذا موجود في جنب لقاه موجود على أرض الواقع، تغير لو ما تغير هذا شلون تغير؟ النبي غير الفكرة اللي يحملها الفرد باتجاه هاي القضية وصححها إليه. وإذا صارت البنت عزيزة، النبي وضح لهم المثال على أرض الواقع ببنته فاطمة صلوات الله وسلامه، وصارت تغيرت هذه السنة السيئة وتحولت إلى سنة حسنة. ليش؟ لأن الأنبياء دورهم والرسل والأئمة يصححون الفكرة، فنحن بحاجة إلى ذلك. ليش؟ أعطيك مثال يمكن باكر أوضح لك إياه أكثر بشواهد أكثر. اليوم الأفكار الفاسدة والأفكار الغير صحيحة هواي لقت لها مداخل علينا، هواي لقت لها أبواب مفتوحة تدخل من خلالها علينا، الموبايل، التلفزيون، الشارع، السوق، حتى السياسي صار نقمة علينا. اليوم السياسي موظف يدير الأمور، السياسي عامل يقوم ببعض الوظائف، لكن صار نقمة علينا وصارت أفكار الفاسدة أيضا في المجتمع. والآن اشقد لا تزعل من كلمة الحق، أرجوك وأخذها وترجمها وأنقلها. اشقد أكو ناس اليوم تقتدي بالسياسي من حيث لا تحشر، قدوتها السياسي، صار إمامها السياسي، نبيها السياسي، رسولها السياسي، ربها قبلتها السياسي، شي يسوي اكو ناس تقتدي به وتاخذ من عنده. والا هواي اكو ناس قاعد من حيث تشعر او لا تشعر تمتثل وتطبق الافكار وتاخذ هذه التقاليد وتطبقها على ارض الواقع. الزم لك الان موظف فاسد في دائره بسيطه صغيره، لما نتحاجج ليش فاسد يقول لك كلها فاسده، من رئيس الدولة إلى أصغر موظف كلها فاسدة. ليش؟ خلنا نجي نسأل سؤال، منو سمح أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء راتبهم بهالمقدار هذا؟ منو انطاهم هاي الأهلية؟ منو قنن لهم هذا؟ منو شرع لهم هذا؟ الدستور الفاسد، القانون الفاسد اللي انطى صلاحية وأهلية لموظف كل شيء ما يسوي بس يوصخ ويزبل ويأذي الناس راتبه يكفي 100 عائلة إذا مو أكثر. هذا منو قنن هذا التقنين؟ هذا هو السياسي قنن هذا التقنين، شرع هذا التشريع. فلذلك اليوم الناس بحاجة إلى أن تصحح أفكارها وتعرف الخير وين والخير منو والشر وين والشر منو، حتى تتعامل وياه بردة فعل وتتعامل وياه بعقلية. فإذا نحتاج الأنبياء والرسل والأئمة ميزان لعقولنا، هذا واحد. اثنين، نحتاج الأنبياء والرسل والأئمة هالنماذج المقدسة ميزان لحياتنا، ميزان لسلوكياتنا، ميزان لتعاملنا. طبعاً خلي نعترف أنا وياك أنه لا يمكن أن نقوم بما قام به الأنبياء، مستحيل. شوية حتى أساعدك، لا تقول لي أنا شلون أقدر أصير مثل، لا لا لا، لا تخلي الشبهة تتولى وتستولي على ذهنك. لا قصد في الكلام، يعني مو المقصود
تعال صير مثل النبي، تعال صير مثل الرسول ومثل الإمام. لا ما تقدر، وأنا لك ما نقدر، بس أكو عملية هداية، أكو عملية اقتداء، أكو عملية أخذ. أبو ذر مو نبي، سلمان مو رسول، عمار مو إمام، صح لو لا؟ ذولا نماذج عندك، ذولا أخذوا من الأنبياء، صححوا أفكارهم وخلوا ميزان لما يتعاملون به مع الناس ولسلوكياتهم. والقرآن يقول ويا ترى أخذوا من النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل أضرب لك مثال؟ هذا المثال شوية نحتاجه هالأيام، نحتاجه ببيوتنا ونحتاجه بالشارع ونحتاجه فيما بيننا. احنا يعني مثل واحد اتفرهد، فرهدوه باقه والفوقه والجوال، زين شي يسوي العاقل؟ شي يسوي الانسان اللي تريد يتعامل بحكمه؟ شي يسوي؟ سرقوه، ما خلوا على حاله حال. بس هنا يريد يعيش الانسان، يريد يتحرك حركه الى الامام، فشي يسوي؟ لازم يفكر، يصنع من اللا شيء شيء، ينطلق من الفشل الى النجاح، يقاوم. ليش؟ لان سنه الحياه وسيره الله عز وجل في هذا الكون الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. ان كان لك فلا تبطر. تبطر يعني شنو؟ من البطر. البطر شنو؟ تجاوز الحد. انت تجيك الدنيا مو ما تجيك، بس تعامل وياها بوزن، بقواعد، لان راح تروح منك، ما راح تبقى بايدك. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. الامام الحسين عليه السلام لما خرج من المدينه قبل 6 أشهر من واقعه الطف، ايش كتب في رسالته ووصيته لاخيه محمد بن الحنفيه؟ لم اخرج اشرا ولا بطرا. هاي شوف، حطها نقطه جوهريه في ثورته، ما طالع بطر. فلذلك هاي نقطه مهمه جدا، انه انت لازم تتعامل. الانبياء والرسل والأئمة خلوا ميزان قدام الناس، أن الدنيا لا تستمر في همها وحزنها ولا تستمر في فرحها ورخائها، اثنين هما يستمران. هذا الميزان إذا تشيل وياك، إذا تقتنع به، راح يريحك، يريحك. إجتك الدنيا عندك ميزان تتعامل به، راحت منك الدنيا عندك ميزان تتعامل به، مرتاح البال، ذهنك مرتاح، لا تفكير عندك زايد، لا قلق عندك زايد. انت تتصور هسه هذول اللي اخذوا من الناس ونهبوا الناس وسلبوا الناس واخذوا حقوق الناس، تتصورهم مرتاحين؟ لا والله ما مرتاح. تتصورهم ينامون مثل ما ينام الانسان البسيط؟ لا والله ابدا، لا نومهم راحه ولا استيقاظهم راحه ولا مع عوائلهم راحة، لا 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 أبدا. ليش؟ لأن هذا سوى خلل بالميزان. هذا أولا اتعامل بميزان نفسه وهواه. وانت تدري ذولا اللي يبتلون، اللي يبتلون بهذه الجبهة اللي هي كلها قتال ونار مع إبليس والدنيا والهوى والنفس، لا هاي خسارة 100%. لكن العاقل، العاقل اللي يتعب. فالأنبياء والرسل والأئمة خلوا ميزان تتعامل به ويا الدنيا، هذا لازم تحفظه في قلبك. أضرب لك إياه بمثالين. أبو ذر دقوا عليه الباب، طلع على الباب، منو لقاه؟ لقى بالباب غلام. لمن هذا الغلام؟ منتسب إلى معاوية. معاوية فكرة غلط، سلوكه غلط، أخلاقه غلط، حلال وحرام ما عنده،
واليوم الأرض مليانة مثل معاوية تارسين الدنيا، مو فرد شيء غريب، وانتبه لي أرجوك. فمعاوية دز الغلام، الغلام ايش بيده؟ بيده صرة مال فلوس بها مئات الدراهم والدنانير، صرة كيس يعني مثل جنطة مال فلوس. أبو ذر ها نحلف لك، والعباس أبو فاضل عيشة ما عندك، ها نحلف لك بمكان أبو ذر خبزة بالبيت ما عندك. شو أقول لك بعد؟ أحلف لك عن نيابة عن أبو ذر، لا خبزة عنده، لا فلس عنده، كل شيء ما عنده. وجاء واحد بالباب جايب له صرة مال فلوس. قال له هاي شنو؟ قال له هاي ودالك إياهن معاوية. هو الغلام مالته، قال له أمير المؤمنين ودالك إياها. هي كلها أمير المؤمنين. ما شاء الله. قال له وداها أمير المؤمنين. قال له سؤال، شوف شوف. شوف الإنسان اللي عنده ميزان. قال له وديته لكل الناس لو بس إلي وديته؟ هذا أول سؤال اللي يبي الإنسان عقله يشتغل وشايل فكرة صحيحة، لو لا ياخذنا ويسد الباب. قال له لا، ما ودينا للناس بس إليك. قال له ليش؟ قال له ودالك يا هن معاوية. قال له ما هي رفض. وأقسم لك صادق ما يوم من الأيام بات أبو ذر وكان يملك قوت يومه أبد. قوت يومه معه أبدا. يا أبا ليش ما تأخذهن؟ قال له ما أخذ. الغلام تحول إلى الأسلوب الثاني، قام يحلف بأبو ذر يقسم عليه بأن يأخذ هذا الكيس. قال له ليش؟ قال له مو معاوية. قال له إذا تقنع أبو ذر وتطهن له أنت حر لوجه الله، في ذلك عتقي. قال له بلى، ولكن في ذلك رقي، انت تصير حر وانا اصير عبد لمعاويه. هذا الميزان اللي كان عند ابو ذر، منين اقتبسه هذا؟ اقتبسه من الانبياء والرسل والائمه، وهو كان لا يملك قوت يومه، لا يملك دينار في جيبه، بس حلات السؤال هذا لكل الناس اطيته ووزعته لو بس اللي جايبين، حتى يعرف المغزى ويعرف الهدف والغاية. اثنين، أنا ما أقدر أخذه، إذا أخذه أتحول إلى عبد لمعاوية. ولذلك أقسم لك صادق، يوجد في بلدك وفي بلدانك وفي مجتمعاتك الكثير ممن هم العبيد للاستكبار وللطغاة وللي أكبر منه اللي يمشي بهذا ملكة ملكة بهم، خلص انطاهن إليه وصار طوع أمره، صار يمتثل لأوامره ولنواهيه. احكي هاي لا تحكي هاي، اقعد هنا لا تقعد هنا، هذا واقع لا تحاول تنكره وتشكك فيه. وأدل دليل، أدل دليل أخذها من الفم، أن بلدك وحكومتك بلا سيادة بلا إرادة. السيادة أعلى والإرادة أعلى. ولذلك شوف عندنا أزمة بس كون نشخصها. وانت الآن شوف البيت، الأسرة، إذا الأبو ما عنده سيادة وما عنده إرادة، الإرادة بإيد غيره، شنو قيمة وجوده في البيت؟ لا يحل، لا يربط، لا يؤمر، لا ينهي، لا يزوج، لا يرفض زواج، غصبا عليه كل الأمور، شنو قيمته؟ قيمته شنو؟ على اسم مو حلو، ما يليق به لا المكان ولا الزمان ولا الظرف. اذا كون تلتفت ان ميزان الانبياء اذا صار عندك راح تتعامل ويا الدنيا بتوازن. اجتك الدنيا عندك ميزان، راحت منك الدنيا عندك ميزان، فانت بحاجه الى هذا النموذج المقدس من الانبياء والرسل والائمه حتى تقتدي بفعالهم. قريت لك قبل قليل ما يقول دعبل الخزاعي: أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات. تمشي وراء أوكي ابن الحلال، تشتري لك بضاعة يابانية ما تدور وراها، تشتري لك حاجة إذا منشأها زين ومقتنع به خلاص يعطيك ضمان. هذول أنبياء الله، رسل الله، الأئمة اللي الله خلاهم طريق هداية للناس
وصلاح للناس واستقامة للناس، هذا اثنين. النقطة الثالثة اللي نختم بها وننتقل إلى بعض مفردات حياة إمامنا الهادي عليه السلام، ثم إن شاء الله تعالى نكمل غدا بإذن الله بما يسمح ويجود به الوقت. النقطة الأهم آبائي إخواني أبنائي، النقطة الأهم اللي الله يركز عليها بعد تفكير الإنسان وسلوكياته وحلاله وحرامه، هو خلقه في الحياة، آدابه في ميدان حياته، آدابه مع نفسه، آدابه مع أسرته، آدابه مع جيرانه. نسمع النبي صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات بأعلى الأصوات. يقول نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سلوك الإنسان، لسانه، ألفاظه، مشيه. الآن حتى لا يزعل بعض الآباء ولا تزعل بعض الأمهات من كلمة الحق، أنا وياك هسه خلص المجلس ونطلع بالشارع نباوع لسلوك الولد ومشيه ومظهره وقوله، ونباوع لسلوك البنت ومظهرها وقولها. نحكم أنا وياك وراها أبو أم لو لا، نجزم وراها أسرة لو ما وراها أسرة، نقطع وراها مربي وموجه ومراقب ومتابع لو لا. باوع على الشارع، من يمشي، من يضحك، من يسولف، طريقة لبسه، طريقة شكله، طريقة تعايشه، من باوع له من فوق لجوا نشوف وراه أبو أم لو لا. أكو وراه مسؤول يتابعه، يراقبه، يشوفه، يشوف أموره. ما تغيب عن الأب والأم مفردات دقيقة وجزئية يقوم بها الولد. تأخر، وين راح؟ نام هواي، ليش؟ يتابع في كل أموره. ليه؟ لأن اليوم خطورة التربية خطورة ما يمكن مقياسها، والأعم الأغلب في غفلة عنها. ولذلك تشوف عندنا أزمة أخلاق واضحة، ما يحتاج، موكو أزمة نفط، موكو أزمة غاز، موكو أزمة صحة، عندنا أزمة أخلاق. زين، الله أكبر، شلون الأبو والله ما أدري يهدى له باله ويرتاح ويشوف ابنه يلفظ بلسانه كلمات وسخة، شلون يخلي عمرهن يوم؟ شلون يخلي هاي الكلمة عمرها يوم؟ شلون؟ إذن الخلل وين؟ بالأب. البنت هاي اللي راح تروح في بيت الزوجية وراح تصير أم وراح تصير جنة وراح تعاشر وتخالق وراح تحتك وراح ابنها بحضنها ترضعه تربيه تكبره، شلون هاي البنت؟ شلون راح يكون منطقها؟ شلون راح تكون ألفاظها؟ ما جاي يشوف عندنا فشل واضح جدا في الزواج؟ ما جاي يشوف حالة الطلاق اللي عندنا؟ ليش هذا؟ ليش كله هذا؟ إلى أسباب، هذا إلى أسباب. هاي كلها أعراض وأشياء ظاهرة تكشف عن وجود المرض. إذن الأنبياء والرسل والأئمة هم ميزان لأخلاقنا وآدابنا، نتعلم منهم ونقتدي بهم. شوف الأنبياء من كان يعتدى عليهم شو يسوون؟ هم يكبون حجارة ويشامرون؟ لو كانوا يتعاملون بالصبر والحلم وكانوا يتعاملون بسياسة الاحتواء والمداراة، شوف الأنبياء شلون يتعاملوا ويا جيرانهم، شوف الأنبياء شلون يتعاملوا ويا عوائلهم، وكانت بعض عوائلهم تؤذي، بعض عوائل النبي بها أذية كلش كبيرة، بس يتعاملوا وياهم بأخلاق، الأخلاق اللي هاي الذوب الجبال. أضرب لك مثالين، وأنا أتمنى على حب الإمام الهادي أن تطبقهم وتشوف ثمرتهم. اسأل ربك
التوفيق. شوف أضرب لك إيش كم نموذج، أضرب لك إيش كم حالة وأنت طبقهن في أمورك وشوف. مثلا الاعتراف بالخطأ، أنت أسأت للزوجة، أسأت لأبوك، أسأت لابنك، أسأت لجارك، أسأت الواحد ابن الحلال، اختبر نفسك، شوف روحك تقدر تعترف بخطأك لو لا. ترى إذا ما قدرت تعترف بخطأك فأنت في بلاء، في مصيبة، مصيبة ليست سهلة. ليش؟ لأن هاي حالة الندم وحالة الاعتراف بالخطأ راح تخليك أسهل سهلين في مسألة الاعتذار. أمير المؤمنين شو يقول الرب في دعائكم؟ وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، شنو؟ معتذرا، شنو؟ نادما، معترفا، مقرا، مذعنا، معترفا. هاي راح تشوف نفسك انت تحت السيطرة لو خارجة عن السيطرة، وانت شايف يعني هاي عندنا أزمة، خطأ بسيط حجمه كلش بسيط، يا بعتذر خلي ولي. ها شايفها نفس عنترة بن شداد؟ هاي شايفها؟ خلي ولي، شنو هذا واعتذر له؟ خلي ولي هذا، شنو هذا وتنزل له؟ لا يباوع للخير، لا يباوع للستر، لا يباوع للرحم، لا يباوع للجورة، لا يباوع للمستقبل. وهذول الأجيال كلهن ما يباوع لهم. وهنا شاف نفسه حجم كبير. يسألون إبليس، موسى عليه السلام يسأل إبليس، يقول له شو وقت تتمكن من بني آدم؟ قال له إذا أعجب بنفسه. راح يسوي تقول إبليس، خلي تقول يلعب بي طوب، شو وقت تقدر لبني آدم؟ قال له إذا انعجب بنفسه لزمت من سيطرت عليه، إذا أعجب بنفسه يعني نفسه وبس. وهذا اللي هو يتعارض مع الندم والاعتذار. شوف أضرب لك إياها بأمثلة حتى تشوف الكلام حقه. الزوج والزوجة إذا يتندمون ويعتذرون واحد للثاني، المشكلة تطلع الباب الحوز، توصل للمحاكم؟ لا ما توصل. اعتذار وندم، وانت شايف إذا يكون الشيء حقيقي وبيه مصداقية يأثر. يعني الزوجة لما تعتذر لزوجها لأن أذته، والزوج يعتذر لزوجته لأن أذاها وظلمها، هذا تدري ايش راح يسوي؟ هذا تدري ايش يسوي من جو؟ اكو فرد واحد يحب زوجته، صارت مشكلة بيناتهم، فصالحوا، ثاني يوم سوى مشكلة، قالت له شبيب احنا مو البارحة صالحنا؟ قالها لا والله شو انا ورا ما صالحنا، حبيتك هواي كلش حبتك، أريد أسوي مشكلة النوبة أحبك أكثر. شنو هاي المشكلة؟ سوت بينا المصالحة، سوت بينا على فطرته، لا دارس ولا متخصص ولا علم نفس ولا علم اجتماع، بس قالها شو حبيتك ورا المشكلة هواي أنت؟ شنو هاي المشكلة؟ سوت بينا. شوف رب ضارة قد تقيمة. ليش؟ لأن صالحته بسرعة، ولأن سامحتها بسرعة، ومن اعتذر من عندها ما يبست خشمها وديني لأهلي وجيب عمي وجيب خالي، ما كبرتها، ذبحتها بالبيت ودفنتها بالبيت، وثاني يوم عاشوا على قولتنا عيشة سعيدة. ليش؟ الاعتذار، الاعتراف، الندم، هذا يبين الإنسان خاضعة لو مو خاضعة هاي النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من. فنحتاج آبائي إخواني أبنائنا، نحتاج الأنبياء في تصفية عقولنا، ونحتاج الأنبياء في سلوكياتنا وأعمالنا حلال وحرام، ونحتاجهم في ميزان الأخلاق والآداب. لذلك نعتقد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم امتداد للأنبياء والرسل. لما يوقع الإبريق
على الإمام زين العابدين عليه السلام، وفي الرواية يشج جبينه. الجارية تقول له والكاظمين الغيظ، يقولها كظمت غيظي. قالت له والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قالها أنت حرة لوجه الله، نموذج تربوي تعليمي. لذلك نعتقد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ميزان للفكر، ميزان لقانون الحياة والسلوكيات، ميزان للأخلاق والتربويات. إمامنا الهادي عليه السلام، اللي إن شاء الله تعالى غدا نكون في تفصيل أجزاء ومفردات مهمة في حياته، نقف عند هذه النقطة ونختم بها إن شاء الله تعالى. الإمام الهادي عاش ظرفا ليس ظرفا سهلا، من جهة شوي أريد أنطيك مفردة بس أنا خجلان من عدها أستحي، لأن ما أحب أذكرها على المنبر ولا أحد أذكرها جوا المنبر، بس مضطر لذكرها، يعني مجبر ملزم بالإجبار والاضطرار أذكرها، لأن هي حقيقة ووثيقة ومستند تاريخي. المتوكل العباسي قبل لا يصير خليفة للمسلمين ويترشح لرئاسة الجمهورية وزعامة الأمة، وين كان؟ كان المتوكل يا جماعة الخير بالسجن، كان محكوم عليه بالسجن، وللأسف ومع الاعتذار واحتياب صوت خافت كان مسجون بسبب قضية مخلة بالشرف، وقضية طيبة، لا جريمة قتل ولا جريمة سرقة ولا إنما كان ذلك الرجل مخنثا، فكان مسجون لهذا السبب. فلما راح أخوه وإجت الخلافة إلى من باب السجن الكرسي الخلاف، ما أقدر أفصل بعد العاقل يفتهم، ما أقدر أفصل، أنا قلت لك أستحي من التفصيل، مخجل التفصيل، من السجن دق فتحوا عليه باب السجن، طب عليه الضوء، قالوا لو أنت الخليفة صرت، قبل راح سبح وبدل وصار الخليفة، إيش راح يسوي هذا؟ إيش راح يسوي بالأمة؟ إيش راح يسوي بالمجتمع؟ إيش راح يسوي بالقوانين؟ إيش راح يسوي بالتشريعات؟ راح يسوي بآل البيت؟ فهذه النقطة الأولى تخليها في بالك، هذا واحد. اثنين، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الهادي أكو ظروف أخرى معقدة ومؤلمة جدا اللي هي تتفرع. واحد، جهل الناس. جهل الناس هذا ترى لا تعده شيء سهل أبدا، لا لا لا، هذا قابلية وسعة وظرف لكل ما هو سوء ومفسد للناس، هذا الجهل باب واسع. اثنين، المنكرين لإمامته، المشككين بإمامته، المعادين له ناصبي العداء، اللي ذولا جمهرهم المتوكل وانطاهم صلاحيات وانطاهم مجال في الدولة مو مجال في الشارع، هذا اللي بالشارع إذا يصير عنده مجال يشمرك بحجارة، بس اللي يصير بالدولة وهو يبغضك يعطيك وظيفة يصلح لك شارع حتى تمشي عليه بسلام وأمان، لا هذا، لا هذا حاقد ناصب العداء، هذا ما عنده إنسانية، صار بالمنصب يريد ينتقم لنفسه ولغيره. فإذا الجانب الآخر اللي انطاه صلاحية المتوكل فيما هو ضد أهل البيت وفيما هو ضد شيعة آل البيت، وفعلا حتى وصفهم الشاعر اللي كانوا يتحكمون بالدولة وعدهم هاي الصلاحيات في أمور المال والاقتصاد والعسكر والتقنين في الدولة، دولة كانوا طبقة مخفية هم يديرون الدولة، ومجرد رمز هذا خليفة المسلمين ورئيس الدولة مجرد شكل، فجاءت الحكمة بوصفهم هكذا، خليفة بين وصيف وبغى يقول كما تقول الببغى، هذا الوصف اللي اختصر لك
النظام والحكومة والدستور في ذاك الوقت. الخليفة ملتهي بالخمر، ملتهي بالنساء، ملتهي بمفازده الأخرى، وتارك الدولة وتارك الحكومة بيد الغلمان وبيد الباقين. اللي انت ذا تقرأ التاريخ شوية ويصير عندك وعي، تلقى الأتراك موجودين، الغلمان موجودين، الباقين اللي كانوا ماسكين مفاصل الدولة ووزارات الدولة وهم اللي يتعاملون. أما الخليفة ملتهي بعد، ملتهي سكران مخمور يفعل ما يفعل، اللي هو كان في أكثر 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 تصرفاته وسلوكياته يسيء إلى علي بن أبي طالب. مباشر أفصل لك أنه من بسبب أفعاله وبسبب سلوكياته وبسبب تصرفاته قام عليه ابنه وقتله، ابن المتوكل قتله، قتل أبوه بسبب أفعاله بسبب سلوكياته. فالإمام كان في وسط هذه المعاناة، الإمام الهادي عليه السلام كان في وسط هذه الأزمات، لكن كان يراسل شيعته، كان يكاتب شيعته، كان يحل الأزمات. أختم لك إياها بهذه القصة ونسألكم الدعاء، وإن شاء الله نلتقي غدا على خير بإذن الله. أكو فرد صاير ودع عليه المتوكل، متوكل فاسد تعبان مثل ما وصفت لك، دز على الصايغ قال له هذا عندي عقيقة أريدك تسوي ليها خاتم وهدي زوجتي، سوي ليها محبس. راح الصايغ وهو يشتغل بيها يشتغل بيها يشتغل بيها، انكسرت يا جماعة صارت نصين. هذا سوى الصايغ قال له كانت ورطت ويا المتوكل، وهذا المتوكل لا ذمة ولا ضمير، سدك كان عزل وانهزم. انهزم لأنه كان أموت، هذا يقتلني والله. تدري بعد شرفة استخبارات أمن وطني، شوف شوف الدولة بها مئة صنف، مئة صنف استعان بهم كلهم، جابوه جابوه قال لك أنا مكتول، هذا راح يضرب عنقي. بس ايش طلب من عندهم؟ قالهم خلي امر اسلم على علي الهادي بس احكي احكي. الامام محتجز، اقامه جبريه، ما يطب لاحد، مو سهله. قال لهم بس احكي ويا حكايتي. قالوا له يلا. قال لهم ما انتم كاتليني كاتليني خلي اطب احكي. دخل السلام عليكم مولاي، مولاي الحق لي القصه كيت وكيت. الامام مبتسم بوجهه ويقول له اذهب ستجد ما يسرك. قال له مولاي كسبت الحقيقة أنا ومتورط. قال له اذهب ستجد ما يسرك. روح طب للمتوكل، ويحك أين كنت؟ لم اختفيت؟ قال له ها. قال له زوجتي الثانية سمعت بالموضوع، اكسر لي الحجر اثنين وسوي لي محبسين، وهاي كرامية زايدة. الله صل على محمد وآل محمد. هذا تعجب، أخذ الكرامية عطها بالجيب راح. بس قبل لا يطلع يشتغل راح للإمام الهادي قال له مولاي كانت ايش مدري شلون هي هاي القضية عندك؟ قال له لا يا هذا، قلوب الظالمين في أيدينا، احنا نمثل من؟ احنا نمثل الله عز وجل، احنا نمثل الله. شو تقول له بالزيارة؟ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. احنا مثل ما نقرا بالزياره اللي راح تجينا والصلوات الشعبانيه هاي اللي تقرا عند الزوال، اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجاريه في اللجج الغامره، يأمن من ركبها ويغرق، اللهم اجعلنا من الراكبين. اللهم صل على محمد وآل محمد المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، اللهم اجعلنا من اللازمين لهم. فلذلك هم الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وآله، أهل بيتي أمان لأهل الأرض. إمامنا الهادي سلام الله عليه تجرع السم من هؤلاء الظلمة، من هؤلاء الطغاة، وفي مثل هذا اليوم
ربكم الله يجود بنفسه. وقد انتشر يا السم في بدنه. إمامنا الهادي لما رأى حاله أصبح وأمسى بهذا الحال، اتجه إلى ولده العسكري الحسن بالوصية وسلمه مواثيق يا الإمام. ثم إمامنا الهادي عليه السلام مسجن على فراش الشهادة، والسم قد انتشر في بدنه. آجركم الله، أخذ يودع عياله وأهل بيته، وهو بهذا الحال نظر إليه ولده الحسن العسكري فرمى بنفسه عليه وألقى بنفسه على أبيه. إمامنا الهادي آجركم الله، تشهد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أجركم الله. ثم إمامنا مدد يا رجله وأسبل أجركم الله. قام الإمام العسكري بتجهيز أباه وتغسيله وتكفينه، وقام بتشييعه. لما خرجت جنازة الإمام الهادي الناس في سامراء خرجوا عن بكرة أبيهم، خرج جميع الناس وقد شيع جنازة الإمام الهادي، كل الناس وكل المذاهب وكل الديانات. استغرب بعض من ذلك لما رأوا اليهود والنصارى خرجوا لتشييع الإمام، حتى الصابئة خرجوا والغلمان خرجوا، فسألوهم لماذا خرجتم في تشييعه وهو ليس إمامكم؟ قالوا كيف لا نخرج في تشييعه وكان يقضي حوائجنا وكان يعود مرضانا وكان يقضي ديوننا. يقولون لهم كان أبا لنا رحيما، كان معلما لنا. آجركم الله. خرجت جارية من بيت الإمام صاحت ماذا فعلت بنا يا يوم الاثنين؟ آجركم الله. الإمام الهادي في تشييعه والإمام العسكري، وخرج الناس جميعا في هيبة ووقار وعزة وكرامة. سيدي أبا الحسن، سيدي يا علي الهادي، ما بال من بقي بلا غسل ولا تكفي. معادة الميت تحضر كل هلة، وعلى رد الصوت كلها مهرولة. ذاك جايب ماي، ذاك يغسله،
وهذا جايب جفن هذا يفصله، هاي عادل ما جروها بكربله، هاي عادل ما جروها بكربله بكربله، بس الحسين ما واحد غسله. خرجت زينب في ذلك اليوم تنادي ومحمدا يا جداه يا رسول الله، هذا حسين بالعرى مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء يا حسين، أنا جيتك يا خويا فاجد الراي، والله فاجد الراي الراي، ومن الخوف هل تتراجف عضاي، أنا جيت أعتذر يا نوايا الخدر، هاي هاي اخت الذبيح ما شرب ما. لما وصلت الى الحسين وجدته يجود بنفسه مرملا بارض كربلاء مضرجا بدمائه، صاحت نور عينه يا حسين حبيب قلبي يا حسين، فلم يجبها رفعت صوتها قالت أخي أقسم عليك بجدنا رسول الله، أقسم عليك بأمنا الزهراء، بأبينا أمير المؤمنين، إلا ما أجبتني. قال زينب لقد زدت كربيك، زينب لقد زدت ألمي ألما، ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال، تقل لنا بروحي لباري لك عياله، والله عيالك وبعيني لسكت لك أطفالك. الله بعد اشعدها، بعد اشعدها عتاب. اسمع إذا عندك حاجة واقفة، إذا عندك مريض، إذا جايب قضية، اي والله نرى يا 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 حال عباس حاجي، اي والله حاجي، اي وسالف لمصايبنا وبجي. هذه زينب ومن قبل كانت